القضايا العربية والدولية في ساعة إخبارية مباشرة من النيل، ونبدأ بأهم موضوعات هذه الساعة. الأزمة الليبية على رأس محادثات شكري وبوريل في القاهرة، وشكري يؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. أحدث تقرير للبنتاغون يكشف مواصلة تركيا لحشد المرتزقة والعتاد إلى طرابلس. في مصر، وواشنطن تستعد لطرح عقار مضاد للفيروس مطلع نوفمبر القادم قبيل الانتخابات، وارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 6,100,000 إصابة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، كذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري اليوم مع جوزيب بوريل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد. رحب شكري بالمسؤول الأوروبي الذي يقوم بأول زيارة للقاهرة منذ توليه مهام منصبه، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بوريل صباح اليوم، حيث تم تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لمصر استثماريا وتجاريا. وأضاف أنه تم أيضا مناقشة سواء خلال اللقاء مع الرئيس السيسي أو خلال جلستي المباحثات الثنائية والموسعة، تم مناقشة كافة أوجه العلاقات الثنائية واستعراض الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، من بينها القضية الفلسطينية، الوضع في ليبيا، الإرهاب، أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة، وأهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط. الاستفادة من تجارب الآخرين في إطار خطة الدولة للإصلاح وخطة الدولة للارتقاء في كافة المجالات، سواء كانت المجالات السياسية، مجالات حقوق الإنسان، المجالات الاقتصادية، فهذه هي كلها أمور مرتبطة بمصلحة الشعب المصري، والشعب المصري هو الذي يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية، حقوقه الاقتصادية، حقوقه في مجالات حقوق الإنسان. وبتتيح هذه الزيارات وهذه اللقاءات فرصة للتبادل الكامل فيما بيننا حول كافة الموضوعات من الناحية النظرية، من ناحية التعريف بحقيقة الأمور والمجريات في إطار جهود وسياسة الدولة في هذا المجال. من جانبه أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، أكد أن الاتحاد الآن بصدد تعزيز الشراكة بينه وبين مصر لتقوية هذه الشراكة في ظل المصالح المشتركة، خاصة في مجالي الطاقة والهجرة. الآن بصدد تعزيز الشراكة بيننا وبين مصر، وعلينا أن نقوي من أواصر هذه الصداقة والشراكة، ونحن نود أن نقوم بذلك، ذلك لوجود مصالح مشتركة. نود أن نتشاور فيما بيننا فيما يتعلق بالقضايا الهامة بما في ذلك البيئة والطاقة والهجرة والتجارة والأمور الأمنية. أيضا نود أن نتعاون فيما بيننا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأهمية للشعب المصري بما في ذلك إدارة المياه، الأمور الاقتصادية والاجتماعية والنواحي الصحية. وفي هذا الصدد علي أن أشير إلى حزمة المساعدات التي نحن بصدد إعدادها، وذلك لمجابهة وباء كوفيد. أضاف بوريل أن الاتحاد يشارك مصر مخاوفها فيما يتعلق بسد النهضة، ويدعم أيضا استمرار المفاوضات بين مصر والأطراف المعنية.
ونحن نشارك مصر في مخاوفها فيما يتعلق بالسد النهضة، ونحن نرحب بالمفاوضات المستمرة التي تقوم بها مصر بينها وفيما يتعلق بسد النهضة بينها وبين السودان وغيرها من الأطراف المعنية، ذلك لأننا نعترف بأن النيل هو عماد الحياة، ونحن نتطلع معالي الوزير إلى الاستمرار في هذه المفاوضات، ونحن نتطلع إلى زيارتكم التي سوف تقومون بها إلى بلادنا. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف السيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. تحياتي لك أولا. أول زيارة إذن لجوزيب بوريل المسؤول الأول للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ما هي مصالح واهتمامات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة بمنطقة الشرق الأوسط؟ بالتأكيد هذه الزيارة بتأتي في إطار الشراكة وعمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هناك اتفاقيات أو شراكة استراتيجية على مدار أكثر من 10 سنوات بين مصر والاتحاد الأوروبي لعبت فيها مصر دور المحفز لإمكانية أن يكون هناك تعاطي أوروبي فيما يتعلق بالملفات مع مصر في مجالات السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، فيما يتعلق بمجالات الاستثمار، فيما يتعلق بمشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية، وتوفير عمق استراتيجي لامكانيه ان يكون هناك صلات وتعاطي بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالنظر لقضايا الاقليم الشرق الاوسط. من هنا ياتي الرهان الاوروبي على الدور المصري باعتبار انه دور عائد بقوه وبزخم وحيويه للاشتباك السياسي الدبلوماسي مع قضايا الاقليم وقضايا المنطقه العربيه، ومن هنا ياتي الرهان الاوروبي على امكانيه ان يكون هناك بالفعل تنسيق وتشاور دائم والبحث عن حلول لكثير من بعض الملفات التي تواجه نوع من التوترات وايضا الخلل والتباعد في المشهد، سواء فيما يتعلق باقاليم وعواصم عربيه او حتى في منطقه الشرق الاوسط في ضوء التدخلات التركيه والايرانيه في كثير من الشان العربي واشعال فكره التوتر بما فيها حتى في منطقه الشرق المتوسط في الاونه الاخيره. هناك مصالح اوروبيه سواء يونانيه او قبرصيه او فرنسيه او حتى ايطاليه في منطقه الشرق المتوسط في ضوء التعديلات التركيه حاليا. من هنا تاتي هذه الزياره التي ترى فيها مصر انها تعيد كثير من العمق والزخم لعلاقات التعاون والتعاطي الاوروبي المصري في هذه المرحله على المستوى الثنائي وعلى مستوى التعاون في قضايا الاقليم وفي منطقه الشرق المتوسط والبحث عن كثير من اوجه التنسيق المشترك بما يؤدي الى احداث نوع من الطفره والهائله والنوعيه في العلاقات المصريه الاوروبيه في هذه المرحله باعتبار الاتحاد الاوروبي شريك اساسي واستراتيجي لمصر منذ سنوات ونتفاعل العلاقات معه في السنوات الماضيه ورغم ذروتها في حجم الاسهامات المصريه الاوروبيه فيما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من ناحيه والسياسه الخارجيه وقضايا اقليم الشرق الاوسط، باعتبار الاتحاد الاوروبي يرغب ويامل ان يكون لديه دور في قضايا الاقليم والا يقتصر هذا الحضور على المشهد الروسي والامريكي فقط، باعتبار ان الاتحاد الاوروبي لديه مصالح لو تعرضت للاذى او التضرر سيكون لديه كثير من الانتكاسات والخسائر سواء الاوضاع في ليبيا، الهجره غير الشرعيه، الارهاب، حتى الاوضاع في الشرق المتوسط، ليس من صالح الاتحاد الاوروبي ان يغيب عنها وبالتالي يبحث عن شريك اساسي واستراتيجي يمتلك كثير من المقومات ومعاناه القوه كمصر للحفاظ على الامن والاستقرار في هذه المنطقه بما يؤدي الى التعاون في مسارات الامن والهجره غير الشرعيه والحفاظ على حقوق الدول فيما يتعلق بالمصالح في الشرق الاوسط والمصالح في منطقه الشرق الاوسط. نعم، طب بالحديث عن المصالح الامنيه، كيف يشكل الاتحاد الاوروبي مع مصر يعني توازن في البحر المتوسط، توازن أمني خاصة مع استمرار الاستفزازات التركية لقبرص واليونان وفي ضوء أيضا الشراكة المتميزة بين مصر وقبرص واليونان؟ أعتقد أن العلاقة الاتحاد الأوروبي أو رؤيته فيما يتعلق بتوترات أوضاع في الشرق المتوسط تتماهى أي تنسجم مع الموقف المصري بما فيه المبادئ الأساسية والاستراتيجية في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط. مصر ترى ان هناك بالفعل تدخلات اقليميه تلعب دورا سيئا في اشعال وتيره التوتر فيما يتعلق بهذه المنطقه من قبل تركيا في هذا الامر بما يؤدي الى اعتداء على حقوق كل من قبرص واليونان. ومصر ترى ان هناك اتفاقيات تم توقيعها بين مصر من اليونان وقبرص تيره السنوات الماضيه اخرها الاتفاقيه الاخيره مع اليونان في الثالث من اغسطس الماضي، وبالتالي اي تدخلات تركيه لاشعال جذوه او وتيره التوتر والعنف سيؤدي الى مزيد من النيران المتحركه داخل منطقه الشرق المتوسط، يؤدي الى بدايه حرب شامله بين تركيا والاتحاد الاوروبي تتضرر كل الدول التي لديها مصالح في هذا الامر. وبالتالي القاهره ترى ان هذه التدخلات التركيه
لا يجب اي حال من الاحوال ان تستمر، ويجب ان يكون هناك وقفه اوروبيه مع الجانب المصري ومع الاطراف الدوليه اصحاب المصلحه المشتركه في الحفاظ على الامن المتوسط في هذا الشان. من هنا ترى القرار الاتفاقات التي توقعتها مع خبره عمان وما يتعلق بمنتدى غاز المتوسط هو الاتفاقيات الاصيله والجوهريه للحفاظ على حقوق الدول في المناطق الاقتصاديه الخالصه. وبالتالي اي نوع من عدم اليقين او الاستقرار مبعثه هو تركيا في المقام الاول، من هنا تاتي الشراكه الاوروبيه مع مصر للحفاظ على امن المتوسط في المقام الاول والحفاظ على حقوق كل الاطراف، وان يشكل التعاون المصري الاوروبي توازن وايضا خلق رابع لاي تجاوزات تركيا سواء الان او في المرحله القادمه، باعتبار ان هناك حاله غضب واحتقان من استمرار تصاعد هذا التوتر التركي وخلق بؤر توتر في المنطقه عبر استمرار المناورات العسكريه ومدها لعشره ايام قادمه، وايضا التحرش بكل من قبرص واليونان. وبالتالي الجانب المصري يرى انه لابد ان يكون لك دور رائد وحي للاتحاد الاوروبي في وقف مثل هذا الممارسات التركيه، وان يكون هناك دور اوروبي متعاون ومشارك مع مصر في حفظ الامن والاستقرار والحفاظ على حقوق الدول في ضوء الاتفاقات التي وقعتها مصر وغيرها من دول المتوسط مع بعضها البعض من اجل الحفاظ على حقوق المكتسبات في الغاز والبترول وايضا المياه الاقتصاديه الخالصه وتوفير استحقاقات الدعم في هذا الشان. وبالتالي هناك تفاهم وتلاقي سيلعب دورا كبيرا في خلق توازن وتغيير المعادلات السياسيه والعسكريه في منطقه المتوسط بما يبعد شبح التوتر الذي تسعى تركيا لخلقه وتوطينه في هذه المنطقه باعتبار انها لديها افكار غازيه ولديها مطامع، واعتقد الاتحاد الاوروبي ينسجم مع نفس الرؤيه المصريه بما فيها ايضا الحفاظ على الاوضاع في ليبيا باعتبار ان تركيا تريد اشعال نيران في اكثر من منطقه المتوسط وليبيا من اجل جلب منافع ومصالح واستحواذ والسيطره على حقوق الغير، وهذا الامر مرفوض تماما. وهنا ياتي حاله الانسجام التي ظهرت في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجيه المصري ومجلس السياسه الخارجيه السيد بوريل، لان هناك كثير من الرسائل ارسلت للجانب التركي ولكل الشركاء في الاقليم وبما فيها ايضا ضعف ليبيا اننا نحتاج الى توازن، نحتاج الى ان يكون هناك بالفعل تفعيل اليات السيطره وابعاد شبح التوتر والحروب، وان يكون هناك رسائل رضع للجانب التركي الان وفي المستقبل القريب حتى نضمن الهدوء والاستقرار في منطقه المتوسط في المرحله القادمه. ومن هنا ياتي التعاون المصري الاوروبي الذي سوف يضيف زخما ونشاطا حيويا عسكريا سياسيا في المقام الاول، وامكانيه التعاون فيما يتعلق بابعاد شبح الحرب وفرض عقوبات او على الاقل حشر تركيا في الزاويه لوقف هذه المعطرات وهذه الممارسات الاستفزازيه من قبل الجانب التركي في المقام الاول. طيب على الصعيد الاستثماري والتجاري، وبرغم ان الاتحاد الاوروبي ظل الشريك التجاري والاستثماري الاول لمصر، لكن فيما يبدو من المؤتمر الصحفي ان هناك رغبه في تعميق هذه العلاقه الاقتصاديه ما بين الاتحاد ودول الاتحاد وبين مصر، ما هي الافاق المطروحه او المعطيات الجديده في ظل الاصلاح الاقتصادي وايضا المشروعات القوميه في شراكه اوسع واكبر ما بين مصر والاتحاد الاوروبي؟ خلينا نتفق الاتحاد الاوروبي شريك اساسي فيما يتعلق بالدعمات الاقتصاديه والتنميه الاستثماريه في مصر منذ سنوات، ولعب دور عبر مساهمات ماليه واقتصاديه واستثماريه بشكل ايجابي للغايه ومقنع للجانب المصري. الجانب المصري يرى انه لابد ان هناك ارتقاء بمستوى هذا التعاون الى افاق ابعد وابعد في ضوء مجمل الاصلاحات السياسيه الاقتصاديه والتنميه والاستثمارات الشابه مصر في الخمس سنوات الماضيه. اعتقد ان هذه النجاحات تغري دول العالم بشهادات اهتمام الدوليه وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان الاقتصاد المصري اقتصاد بازغ صاعد يشهد نموا مضطردا بشكل ايجابي للغايه، وان هناك افاق رحبا للاستثمار في مصر في هذه المرحله. وبالتالي الجانب المصري والحكومه المصريه والدبلوماسيه الرئاسيه المصريه تدعو كل شركاء الاصليين فيما يتعلق بتعميق المصلحه الاقتصاديه في المقام الاول، لان هناك عناصر جاذبه للاستثمار داخل مصر حاليا ابرزها الامن والاستقرار ومعدلات التنميه الاقتصاديه والنجاح في مسارات عديده للحياه الاقتصاديه والتنميه الاستثماريه، هناك فرص واعده للاستثمار في مصر في هذه المرحله. وهنا ياتي تركيز هذه المباحثات على توفير استحقاقات دعم وتعزيز مقومات النجاح والتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الاوروبي في هذه المرحله الدقيقه. هناك تعاون قائم، لكن القاهره تريد ان يكون هناك مضاعفه وان يكون هناك بالفعل تصعيد افضل
لحجم التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح افق جديد لمجالات الشراكه الاستراتيجيه المتفق عليها في الاتفاق الموقع منذ اكثر من 15 عاما، وبلغ ذروته في السنوات الخمس الماضيه لان الاتحاد اوروبا السعودي قناعه ان هناك امن واستقرار، هناك نجاحات كثيره يعتد بها لدى مصر حاليا في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي حقق طفرات ايجابيه للغايه واقنع كافه الشركاء الدوليين ان هذا البلد اي مصر بلد واعد للاستثمار وفرص التنميه، وبالتالي يجب على الجميع ان يتعاون بشكل ايجابي في هذه المرحله حتى نوفر استحقاقات الشراكه الاستراتيجيه بكافه تفاصيلها وجوانبها في المسارات السياسيه الاقتصاديه والتنمويه والاستثماريه في المقام الاول. اشكرك شكرا جزيلا السيد اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. إلى موضوعنا الثاني، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعربت عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر الأممي المفروض منذ عام 2011 على إرسال أسلحة إلى ليبيا. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه أحدث تقرير للبنتاغون بشأن تطورات الأزمة الليبية عن أن أنقرة تواصل حشد المرتزقة والعتاد إلى طرابلس. على الرغم مما تعلنه تركيا من دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، إلا أن أنقرة تواصل حشد المرتزقة والعتاد إلى طرابلس وفقا لتقارير أمريكية ودولية. قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أكدت أن أكثر من 5000 من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس في مؤشر على دفع مستمر باتجاه تصعيد محتمل، بالإضافة إلى تصعيد خطير تشهده منطقة شرق البحر المتوسط. أفريكوم وصفت المرتزقة بأنهم من ذوي السوابق الإجرامية، مشيرة إلى أنهم ارتكبوا فظاعات وتعديات على المواطنين الليبيين، بالإضافة إلى افتقادهم الخبرات القتالية وأن الدفع وراء قدومهم إلى ليبيا هو المال فقط. ولم تكتفي أنقرة بذلك، بل قامت وفقا لبيان البنتاغون بنقل المئات من وحدات قواتها النظامية إلى داخل الأراضي الليبية، وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين. لذا فمن المؤكد أن عملية نقل تركيا للمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا لم تتوقف، وهو ما أكدته الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وعلى لسان المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز. ويليامز أشارت بوضوح إلى أن تهريب الأسلحة والمرتزقة مستمران، كما أكدت ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى حل سياسي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا المحلل السياسي وخبير الشؤون التركية، ينضم إلينا السيد جمال رائف الخبير في الشؤون الدولية. تحياتي لك سيد جمال. تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المشاهدين. طيب سيد جمال، في ضوء ما خرج عن البنتاغون هذا التقرير الذي يتهم أنقرة صراحة بأنها مستمرة في إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ما الذي يضيفه هذا التقرير إلى المشهد المعقد في ليبيا؟ يمكن هذا ليس التقرير الأول من نوعه، هذا التقرير الثاني في وقت قصير جدا، وأيضا يجب ربط هذا التقرير بتحركات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية بشكل عام في الشرق الأوسط وترتيب الأوضاع الأمريكية مجددا في المنطقة. كنا بنتحدث الأمس عن رفع حظر التسليح عن اليونان، نتحدث عن تحركات أخرى متعلقة بسحب قوات أمريكية من المنطقة. إذن هناك ترتيب أوضاع للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. تركيا خارج حسابات هذه الترتيبات، تركيا يعني موظف إرهابي أدى دوره، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلص من هذا الفاعل الإرهابي بكل سهولة وبكل سلاسة. دور تركيا أعتقد أنه هو انتهى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كصانع للفوضى في المنطقة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وترامب بالتحديد الذي يسعى لانتخابات رئاسية جديدة في الوقت الراهن يحاول ترتيب الأوضاع الخارجية للتقديم على المصالح الداخلية، وبالتالي التخلص من كل الأعباء الخارجية، وبالتالي يتخلص من هذا العبء التركي. يمكن أن يأتي هذا التقرير من داخل الولايات المتحدة الأمريكية هو بمثابة تخلي صريح عن دعم تركيا في المنطقة وسياستها المتهورة سواء في سوريا أو في ليبيا. وحقيقة أن ايضا الموضوع المتعلق بنقل المرتزقه يعني اصبح شائك للغايه، واصبح الجميع يتناوله
يعني اكثر شفافيه واكثر وضوحا. يعني موضوع النقل المرتزقه اصبح واضحا للعيان، الجانب السوري حتى يتحدث فيه، الجانب الروسي يتحدث، الجانب العربي يتحدث، الجانب الاوروبي ايضا يتحدث فيه، وبالتالي الامر لا يخفى على احد. ومن ثم ايضا الولايات المتحده الامريكيه الان تبرئ نفسها من التورط في مثل هذه التبرئه ما هي تبعاتها؟ يعني عندما يخرج يعني تقرير من البنتاغون يضاف إلى المواقف الأممية بإقرار الحظر الأممي المفروض على ليبيا بحظر السلاح، وبالتالي طبعا إفاد مرتزقة، ما هي التبعات الخاصة بهذه المواقف على تركيا وعلى العلاقات الدولية بتركيا؟ هذا مهم جدا، لان بالفعل هذا التقرير لم يخرج بتوقيت يعني طبيعي، ولكن يخرج بتوقيت ايضا الاتحاد الاوروبي ينظر مجموعه من العقبات، ايضا الناتو لديه الان صدع بسبب الخلافات سواء التركيه اليونانيه او التركيه الفرنسيه، وبالتالي التقرير في وقت حساس جدا يعزز من العزله الاقليميه والدوليه للجانب التركي بعد ان اصبح العداء يحيط بأردوغان من كل جانب بعد أن أفسد علاقات تركيا الخارجية مع كافة دول المنطقة. وبالتالي في هذا التوقيت أنا أعتقد أن الآن الكتلة الغربية بالكامل تتحيز في صف يعني مناهض لأردوغان وضد سياسات أردوغان. أعتقد أن كان هناك رسائل مهمة من ترامب شخصيا لأردوغان لإيقافه عن المزيد من التوغل سواء في ليبيا او حتى في شمال سوريا، ولكن اردوغان لم ينصت جيدا لرسائل ترامب، وبالتالي ترامب الان يستخدم اوراق الضغط التي يمتلكها حتى يحجم الدور التركي في المنطقه، وايضا هذا حتى لا يشتعل الوضع الاقليمي اكثر من الان، خاصه ان نتحدث عن يعني تحرك تركي غير مسؤول سواء في شرق المتوسط بناحيه بحر ايجا او حتى في شمال قبرص او حتى الان في الجانب الليبي، وبالتالي هذه التحركات التركيه الغير مسؤوله ربما تودي بحلف الناتو الى صدعا كبيرا بداخله، وايضا تودي بالمنطقه كلها الى صراع كبير جدا يدفع العالم اجمعه تبعات هذا الصدام، لان عندما نتحدث عن صدام في منطقه المتوسط نتحدث عن ليس صدام اقليمي ولكن نتحدث عن صدام عالمي سوف تتدخل فيه كافه اقطاب العالم، وبالتالي هنا ترامب يحاول تهدئة الأوضاع من خلال تحجيم الدور التركي في المنطقة، وربما هو أيضا كارت أحمر جديد يرفعه ترامب في وجه أردوغان للوقوف عن المزيد من التدخلات في شؤون الدول المتوسطة. طيب مستقبل تركيا في المنطقة بعد هذه الضغوط الدولية وأيضا الضغوط الداخلية التي يواجهها أردوغان؟ يعني مصير النظام التركي الى الفشل، يعني تحدث عن انهيار اقتصادي كبير جدا، المؤسسه الماليه التقارير الاخيره تتحدث عن يعني اخفاق اقتصادي كبير للغايه، نتحدث عن ارتفاع في اسعار المحروقات 4 مرات متتاليه في الفتره الاخيره في ظل ارتفاع سعر صرف الليره التركيه امام الدولار، وبالتالي اردوغان يحاول سرقة أي من مقدرات شعوب المتوسط البترولية لتعويض هذا النقص، ولكن يعني كل الأمور بتفشل، حتى هذه السفينة التي تبحث عن الغاز أنا أعتقد أن هي في نزهة بحرية سوف تعود إلى الشواطئ التركية دون أن تحصد أي نتائج إيجابية، وبالتالي هذا النظام التركي حتى الذي فكر في استغلال ستار الدين سواء من خلال يعني إعادة أو يعني تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد أو التزام الشعارات الدينية وإلى ذلك، أعتقد أنه مصيره إلى زوال. هناك الآن يعني نفور من هذا النظام داخل الشارع التركي، جميع الاستفتاءات وجميع الاستطلاعات الرأي في الداخل التركي تشير لانخفاض شعبية أردوغان، ليس فقط الإخفاق الاقتصادي أيضا والسياسي ولكن أيضا للفساد المالي، عائلة أردوغان بالكامل متورطة في قضايا فساد كبيرة جدا، سواء يعني ابنه الذي تورط في نقل البترول المسروق من سوريا أو ابنه الآخر الذي تورط في قضايا لا علاقة بشركات شحن وإلى ذلك، وبالتالي نتحدث عن أسرة فاسدة تحكم تركيا. الشارع التركي الآن أصبح ينفر هذا النظام التركي البغيض، وأعتقد أن
رحيل أردوغان أصبح مسألة وقت فقط، ولكن الأمر محسوم اتجاه عدم استمرار أردوغان في الصوت. أشكرك شكرا جزيلا السيد جمال رائف الخبير في الشؤون الدولية. في أحدث مؤشر للإصابات بفيروس كورونا في مصر، سجلت وزارة الصحة 165 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 21 حالة وفاة. على المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأمس هو أكثر من 99,000 إصابة، من بينها أكثر من 74,000 حالة تم شفاؤها ونحو 5,460 حالة وفاة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 6,100,000 حالة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 39,600 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1,056 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 185,000 حالة وفاة. بحلول الأول من نوفمبر وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تستعد كافة الولايات لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا. وطالب مدير المراكز الأمريكية للوقاية حكومات الولايات بضرورة إزالة كل العوائق الإدارية وإصدار كل التراخيص والشهادات اللازمة كي تتمكن مرافق توزيع اللقاح من العمل بكامل طاقتها في الموعد المحدد. وبذلك يكون الرئيس دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر قد أوفى بوعده، حيث تعهد في وقت سابق ببدء طرح وتوزيع اللقاح قبل نهاية العام. وتعتبر هذه الرسالة مؤشرا جديدا على أن السباق لإنتاج أول لقاح مضاد لكوفيد-19 يسير بأقصى سرعته في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، حيث أصيب أكثر من 6,000,000 شخص في الولايات المتحدة بالفيروس وتجاوز عدد الوفيات 185,000. واستثمرت واشنطن مليارات الدولارات في 6 لقاحات محتملة منذ يوليو الماضي والتي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في إطار المبادرة التي أطلقها ترامب. يأتي ذلك في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من الشركات لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19، مما يعني أنه ليس مؤكدا حتى اليوم أن أحدها سيكون فعالا وآمنا، لكن السلطات الأمريكية تفضل من أجل توفير الوقت الثمين جدا في المعركة ضد الفيروس الفتاك أن تكون جاهزة للبدء بتوزيع اللقاح ما أن تثبت فعاليته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. تحياتي لك دكتور أحمد أولا، ويعني فلنبدأ بمصر قبل أن ننتقل إلى موضوع الفاكسين أو اللقاح الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي. مؤشرات تراجع الحالات أو حالات الإصابة في مصر كيف تنظر إليها؟ هل هو تراجع طبيعي بالنظر إلى الفيروس ومكونات الفيروس؟ الحادث في مصر أن هذا الانخفاض، احنا قلنا للناس كلهم قبل كده مرارا أنه انخفاض حذر، لأن الفيروسات التنفسية من ضمنهم كوفيد-19 طبعا الكورس بتاعه بيكون على هيئة موجات، موجة عالية جدا وبعدين انخفض وبعدين ممكن العودة إلى موجة أخرى أو بيسموها الموجة الثانية. إحنا بنقول طبعا إحنا بنلتزم بالتدابير الاحترازية وما إلى غير ذلك، ولكن مربط الفرس طبعا هو أن فيروس كورونا سيتفاقم واللقاح أساسي لعودة الحياة الطبيعية. طيب قبل اللقاح يا دكتور أحمد وبالحديث عن الموجات الأخرى أو الثانية للفيروسات، هل تكون الموجة الثانية، هل خصائص الفيروس تكون مختلفة في هذه الحالة؟ هل يعود بشكل أشرس ولا بشكل أضعف؟ هو طبعا الموجة الثانية بتمتاز بالشراسة بتاعتها، ولكن بيكون على هيئة مناطق في العالم وليس زي الموجة الأولى اجتياح العالم أجمع، ولكن بتكون على هيئة تجمعات أو مناطق في العالم هنا وهناك.
طبعا بيكون اشد شراسه، ولكن لحد الان احنا بنقول هذه التزايد ما بنعتبرهوش موجه ثانيه، زي ما قال احد العلماء ان احنا بنعتبر الموجه الثانيه موجه يعني موجه محتمله، يعني لازلنا بنقول في الموجه الثانيه ان هي موجه الاحتمال وليس التاكيد. يعني قد تاتي هذه الموجه وقد لا تاتي، مش بالضروره ان يبقى في موجه ثانيه يعني. ولكن طبعا يعني بنقول ممكن هذا الازدياد او الرجوع في الزياده من الناس نسيت التدابير الاحترازيه ونسيت الماسك ونسيت المسافه الامنه وما الى غير ذلك. احنا بنقول لهذا التزايد بيكون تزايد حذر او انخفاض منحذر، لابد من الانتباه ثانيه الى التدابير الاحترازيه، ودي حاجه من الاثنين، يا اما بدايه موجه ثانيه يا اما الناس اهملت في هذا الامر من التدابير الاحترازيه. وعلى اي الاحوال احنا بنقول الحمد لله الامور الى حتى الان في المستوى الامن والمستوى اللي احنا نقدر المنظومه الصحيه تقدر عليه. اذا يعني التدابير الصحيه والاحترازيه وحدها هي التي تقينا شر سواء موجة ثانية أو تفاقم الموجة الأولى التي برضو لم تنتهي بشكل كامل، يعني ما زال لسه في برضو حالات وإن كانت في انخفاض عن الفترة الماضية. طب نأتي إلى موضوع اللقاحات. أكثر من مرة تعلن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط عن إنتاج أو أنها بصدد إنتاج لقاح، وفي لقاح ظهر في الأسواق الروسية بالفعل تم إنتاجه روسيا، ولكن تبقى منظمة الصحة العالمية على مبدئها الذي أعلنت عنه مع بداية انتشار الفيروس أنه من المبكر الحديث عن لقاح لأنه خصائص الفيروس لم تنكشف للعلماء بعد. إذا ما هو مستقبل إنتاج لقاح في المرحلة القادمة؟ والله في عندنا 6 لقاحات بدأت دول العالم، طبعا من ضمنها أكسفورد، لقاح أكسفورد مظبوط، وده الحقيقة يعتبر إلى حد ما يعتبر الأحسن والأفضل اللي خدته أمريكا، ويمكن حجزت منه جرعات ضخمة جدا لأمريكا. ولكن ليها تعليق صغير برضه عن اللقاح الروسي. حتى الان ان منظمه الصحه العالميه تقف امامه بشيء من علامه الاستفهام، بتقول عليه هل هو يا ترى ضجه اعلاميه ام هو تطور علمي احنا نامل له، ان الامر في اللقاح لابد ان هو يتسم بسمه الامان، الاستخدام الامن وليس له مضاعفات، ويكون وان يكون فعال. كل هذه الصفات منظمه الصحه العالميه بتقول بعد التجارب السريريه لابد ان احنا نشوف هذا الفيروس هل هو يصنع مضاعفات على الانسان، والمضاعفات دي ممكن تيجي بعد مثلا 6 اشهر بعد سنه. مش بشكل مباشر. طب انتم يا دكتور كعلماء ومتخصصون في علم الفيروسات وعلوم الفيروسات، كيف تقيمون نجاح اللقاح؟ يعني كنت حضرتك بتقول انه لقاح أكسفورد الى الان يعني هو الاكثر انتشارا او الاكثر فاعلية. طيب تمام، اذا كانت الاعراض الجانبية لو هي دي مفتاح التقييم لن تظهر او لا تظهر حتى فترة طويلة بعد يعني بعد ان يتلقى الشخص هذا اللقاح، قد تصل الى 6 اشهر. اذا كيف يتم التقييم؟ من هنا كانت منظمة الصحة العالمية في موقف آمن، بتقول والله يعني أنا لن نصدق أي تطعيم إلا بعد مرور عام كامل، يعني بداية مثلا من شهر مارس في العام القادم، حتى يعني نشوف أولا تجارب السريرية أخبارها إيه، طب هنطبقها على بعض الأكثر ونشوف. على سبيل المثال كورونا سارس ظهر له مضاعفات بعد 12 سنة، بعد 12 بدأت له مضاعفات على جسم الإنسان. معنى ذلك أن كل التطعيمات الحالية وإن كانت بتدي مناعة أو بتقوي مناعة الإنسان ضد الفيروس، برضو لا نأمل لها
إلا بعد مضي عام على الأقل، ونسأل الله السلامة. الحاجة بس عايز أوضحها، نخلي بالنا في الأيام القادمة إن الأطفال فيهم بتحمل 10 أمثال الكبار في من الفيروسات في الجهاز التنفسي العلوي، ولا تظهر عليهم أي أعراض، بل أنهم هيكونوا مصدر عدوى. فطبعا بالنسبة للأطفال لابد من الرعاية الكاملة لهم، ويعني عدم الملاطفة الشديدة اللي احنا بنشوفها في الأطفال. طبعا دي ملحوظة بس صغيرة أوضحها للمستمعين والمشاهدين، أن هذه الكم الضخم جدا والتحويشة الكبيرة الموجودة في الأطفال بيكون مصدر عدوى للآخر، ولا تظهر المهم عليهم أعراض. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. شكر موصول لمتابعة هذه الساعة الإخبارية. على رأس الساعة أعود إليكم بنشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.